هنكمل اخر جزء معانا بالنسبة لي الريد اي، اسمه ايه؟ هتكلم على اخر 3 مواضيع. اول موضوع اسمه التراكوما، تاني موضوع اسمه التريجيوم، تالت موضوع اللي هو التوكسيك كونجكتيفايتس. ال3 مواضيع سهلين جدا بس مهمين برضو. اول موضوع اسمه التراكوماتس كونجكتيفايتس او بيسموه الايجيبشن اوف صابين. هو احنا ليه بنسمي الطب بتاعنا اللي هو الخاص بالعيون اسمه طب الرمد وجراحة العيون؟ ليه سموه طب الرمد؟ لان اشهر مرض كان موجود زمان من ايام الفراعنة مرض اسمه مرض الرمد، عندنا في مصر كان اسمه مرض الرمد الحبيبي اللي هو التراكوما ده، اللي هو اسمه مرض الرمد الحبيبي، تمام؟ فعشان كده سمينا العلم الرمد او طب الرمد عندنا او طب العيون سموه بطب الرمد وجراحة العيون، يعني سموه باسم مرض عندنا مشهور اللي هو التراكوماتس كونجكتيفايتس او بيسموه الايجيبشن اوفثالميا اللي هو رمد المصري بتاعنا. اول حاجه عايزك تعرفها ان المرض ده بيقول لك ان هو بيكون من نوع البريفنتيبل، النوع الوقائي او الحمائي. ازاي؟ لو انت عرفت ان واحد عنده تراكوماتس كونجكتيفايتس انك هتبدا تعالجه، فانت ممكن تحميه من الايه؟ تحميه من البلايندس، من العمى. يعني مثلا لو واحد عنده جلوكوما، انا اقدر اكتشف الجلوكوما؟ لا، دي حاجه بتبقى ايمرجنسي، صعب انك تكتشفها. مثلا الجلوكوما دي صعب انك تكتشفها، صح؟ تمام، فمش بريفنتيبل خالص. اما ديت بيظهر حاجات على العين، انت لما بتشوفها بتشك ان العين فيها مشكله، تروح للدكتور، الدكتور يعرف انه على طول تراكوماتس كونجكتيفايتس هيعالجها فيمنع ان حدوث البلانز. عشان كده بقول لك ان تراكوماتس كونجكتيفايتس هي بريفنتيبل قالك بلانز. قال لك التراكوماتس كونجكتيفايتس بتبحث عن طريق اورجانيزم اسمه ايه؟ اسمه الكايليميديا، الكايليميديا التراكوم التراكوميتس، الكايليميديا تراكوميتس او تراكوميتس، يعني ده اسم الاورجانيزم اللي بيعمل هذا المرض، اسمها الكايليميديا تراكوميتس. هذه الكايليميديا اول حاجه هي جرام نيجاتيف اورجانيزم، هي جرام نيجاتيف اورجانيزم. الحاجه الثانيه تحتوي على دي ان اي وار ان اي، اذا هي بكتيريا، اذا هي بكتيريا، ولكن بتطلع انتراسيلولار بيزوفيليك انكلوجن بودز، اذا هي فيروس. فبقول لك ان الكايليميديا تراكوميتس هي فيروس وهي بكتيريا. ازاي؟ هي بكتيريا لانها فيها دي ان اي اند ار ان اي، اما الفيروس اما في دي ان اي اما في ار ان اي، فهي بكتيريا. ولكن تشبه الفيروس، تشبه الفيروس ان هي بتطلع انكلوجن بودز، انتراسيلولر بيزوفيليك انكلوجن بودز في الابيثيليال سيلز، فعشان كده بقول لك ان هي بتشبه الفيروس. تمام؟ يبقى اول حاجه بقول لك ان تراكوماتس كونجكتيفايتس اللي هو inflammation chronic inflammation في الكونجكتيفا، chronic inflammation قال لك in the conjunctiva، قال لك ده بيحصل عن طريق جرام نيجاتيف اورجانيزم اتس كولد كايليميديا تراكوميتس، بيحتوي على دي ان اي قال لك اند ار ان اي، وان هو بيطلع انكلوجنز انكلوجن بودز جوه السيل في الابيثيليال سيلز. تمام، فعشان كده بيقول لك ان هي لايك فيروس لانها تشبه الفيروس. تمام، قال لك كمان المرض ده مشهور جدا بالريكارنسي. يعني بالريكارنسي اللي هو المناعه بتاعتك وقت ما بتهبط وانت عندك المرض ده بيرجع يريباوند مره تانية، فالمرض ده بيكون ريكارنس، مشهور جدا ان هو بيروح ويجي بيروح ويجي، اسمه ايه؟ التراكوماتس كونجكتيفايتس. تمام، اول حاجه بقول لك الاورجانيزم دوت ماله؟ بيروح رايح على الايبيثيليوم، لان هو ايبيثيليوتروبيك، بيروح على الايبيثيليال سيلز. تمام، ويبدا يعمل حاجتين. الحاجه الاولى يبدا يكون فوليكلز، يكون فوليكلز، قال لك اند بابيلاري كونجكتيفايتس، بيروح رايح على الكونجكتيفا ويكون لك فوليكلز هناك. بعد كده يزيد الانفلاميشن، وفي الاخر هيحدث هيلينج باي سكار، هيحدث هيلينج لهذه الفوليكلز باي سكار، هيحصل حاجه اسمها فوليكولر كونجكتيفايتس. كلمه بابيلاري كونجكتيفايتس في الايه؟ في البالبر بورت يعني. تمام، اخر حاجه ان هو بيحس حاجه اسمها السيكاتريشيال فيز، ان هو بيحس هيلينج لهذا الفوليكلز او لهذا الاكتيف فيز، بيحس لها هيلينج باي سكار، بيحس لها هيلينج باي سكار. يبقى تاني الراجل بيقول لك ان الكايليميديا تراكوميتس بتحب قوي الابيثيليال، فهي ابيثيليوتروبيك. تمام، بتروح على الابيثيليوم وتحط انكلوجن بودز، هذه الانكلوجن بودز بتكون حاجه اسمها فوليكلز، الفوليكلز اللي بتتكون يحس لها هيلينج باي سكارينج، يحس لها هيلينج باي سكار اللي هو فيلينج باي فايبروزيس يعني. تمام، طيب ايه السيمبتومز اللي البيشنت هيجي يشتكي منها؟ اول حاجه هيجي يشتكي ان هو عنده اريتيشن وعنده فورن بودي سنسيشن، مش هو عنده حاجه موجوده، عنده فوليكلز،
يعني ليمفوسايتس او وايت بلاد سيلز موجوده في الكونجكتيفا، فعينيه مش مرتاحه، كان في حاجه جوه عينيه، كان في فورين بودي جوه عينيه، فيجي يشتكي ان هو عنده مايلد اريتيشن الك اند فورين بودي سنسيشن، بما انه عنده الكلام ده. الحاجه الثانيه ان هو عنده كرونيك ديستشارج. عنده ايه؟ عنده ديستشارج. ايه الديستشارج ده؟ يعني بيطلع حاجات، بيطلع ايه؟ قال لك ممكن يطلع ميه ووتر ديستشارج، ممكن يطلع قال لك ميوكو بيرلنت ديستشارج. تمام؟ طلع ووتري او ميوكو بيرلنت ديستشارج. بيقول لك في المراحل الاخيره الكونيا بيحصل لها ايه؟ ديفكت. والكونيا والايريس والسيلري بودي اي ديفكت بينهم بيعمل ميكانيزم مشهور انها 50,000 مره اللي هو بين لاكريميشن فوتوفوبيا وبليفرس بازم. لاكريميشن فوتوفوبيا وبليفرس بازم، اول ما اقول لك ديفكت في الكونيا تفتكر على طول ده لاكريميشن فوتوفوبيا و بليفرس بازم، اللي هو بيعمل ايه؟ بيطلع ميه عمال بيدمع وما بيتحملش الضوء وبيقفل عينيه، بيعمل بليفرس بازم. نفس الكلام لو قلت لك في الايريس او حتى في السيلر بودي، حتى كان احد المانيفستيشن او احد السيمتومز اللي كان بيشتكي منها مريض الاكيوت ايريدوسايتس. تمام؟ يبقى بالنسبه للسيمتومز اللي هيجي يشتكي منها ان هو عنده سيفير بين لاكريميشن فوتوفوبيا وعنده ديستشارج وعنده فورن بودي سنسيشن الك اند مايلد الك اريتيشن. ايه الساينز اللي احنا هنشوفها كدكتور؟ انت كدكتور هتشوف ساينز، هو دي سيمتومز هو بيشتكي منها. يعني السيمتومز ديت لو واحد قال لي السيمتومز ديت انا اشك في 50 مرض، اشك في حاجات كتير قوي. فورن بودي سنسيشن ممكن يكون عنده اليرجيك، اريتيشن الك اند ايتشنج عنده الرجي، بيطلع ديستشارج ممكن يكون بكتيريال ممكن يكون فايرال، عنده لاكريميشن فوتوفوبيا، عنده مشكله في الكورنيا، مشكله في الايريس، مشكله في السيلر بودي. فده كله ممكن يديني اكتر من احتمال. اللي هيخليك انت كدكتور تكتشف الكلام ده قال لك الساينز. منظمه الصحه العالميه اللي هي دبليو اتش او قسمت الساينز دولي اكوردنج الى اول حرف من كل كلمه او الحاجه المشهوره في الفيز دي. اول حاجه زي ما احنا قلنا بيبدا يتكون في الكونجكتيفال، في البالبيبرا الكونجكتيفا بيتكون ايه بالظبط؟ بيتكون فوليكل، صح؟ يبقى اول حاجه اسمها التراكوميتس فوليكل، اهي التي اف تراكوميتس فوليكل، ان هو بيبدا يتكون شويه فوليكلز موجوده هنا، موجوده فين؟ في الكونجكتيفا. يبقى بيبدا يتكون فوليكلز، بس بتبقى اكتر طبعا في الابر بالبيبرال كونجكتيفا، في الابر بالبيبرال كونجكتيفا. بعد كده يبدا يزيد الانفلاميشن ويزيد الساكننج، يزيد الانفلاميشن ويزيد الاريتيشن ويحدث ساكننج لك اند سوارنج في الابر بالبيبرال كونجكتيفا. يعني الابر بالبيبرال كونجكتيفا بيبدا يتخن ويبدا الفوليكلز تزيد، الانفلامد اريا بتزيد، الانفلاميشن يعني بيزيد. ده بيسموها التي اي هو التراكوماتس انفلاميشن، بيبدا يزيد الانفلاميشن فيزيد السوالين هو الانتفاخ يعني، ويبدا يزيد الايه؟ الساكننج اوف ذا ابر اي ليد. تمام كده؟ اوف ذا ابر اي ليد. بعد كده حاجه اسمها التي اس اللي هو بيسموها التراكوماتس سكارنج، كل ده هيحدث له هيلينج باي سكار، يعني يبقى لونه ابيض. هيلينج باي ايه؟ هيلينج باي سكار، ده كله هيهيل باي ايه؟ باي سكار، والسكار ده هيعمل لي كتير من الكومبليكيشنز. وي ويل ديسكاس ات لود، وي ويل ديسكاس ات كمان شويه. تمام؟ يبقى بالنسبه لي الـ رقم ثلاثه اللي هو التي اس اللي هو سموها تراكومات سكارنج، هيبدا يتكون سكار لان الفوليكلز هتهيل باي سكار. بعد كده حاجه اسمها اللي هي التي تي. وايه التي تي ديت؟ ان اللاشز الموجوده هنا، اللاشز هنا اللي هي موجوده في الابر اي ليد، هيبدا الدايركشن بتاعها يتغير وتبقى الرابنج كده وتبدا تخرم في الكونيا، تغزغز في الكونيا. يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل حاجه اسمها ترايكيزز، وخدنا كلمه ترايكيزز دي قبل كده، قلت لك ترايكيزز معناها ان اللاشز بتاعتك الدايركشن بتاعها النورمال غيرته وبدات كانها رابنج لجوه كده، تبدا تخرم في الكونيا. اخر حاجه اسمها السي او، السي او اللي هو بيسموها الكونيال اوباسيتي، دي اخر حاجه، ده ليتر اون في الاخر خالص في الادفانتس كيز قال لك ايه اللي بيحصل؟ حاجه اسمها كونيال اوباسيتي، نتيجه الترايكيسز الموجوده دهيت بتبدا تخرم في الكونيا وتعمل السر اوف ذا كونيا، وتعمل لك حاجه اسمها كونيال السر، فيحصل ايه؟ فيقل الفيجن ويبدا يؤدي لحدوث بالظبط اللي هو الاكريميشن والفوتوفوبيا والبليفرز بازم. دي بيسموها الكلاسيفيكيشن اكوردنج للدبليو اتش او اللي هي منظمه الصحه العالميه. منظمه الصحه العالميه اللي هي الورلد هيلث اورجنايزيشن قالت ايه؟ قالت ان احنا هنقسم الفيزز، هم كانوا مقسمينها الى
اللي هو واحد واثنين وثلاثه وكده، قال لك لا احنا هنسميها اكوردنج الحاجه المشهوره في الفيز. يعني الاشهر حاجه هنا يعني موجود فوليكل اسمها تي اف تراكم تاس فوليكل، موجود فوليكل في اكتر حاجه في الابر ايليد في الانر سيرفيس، تمام. بعد كده يبدا يحس انفلامد وسيكلينج وسوالين اسمها تي اي، بعد كده سكارنج تي اس، بعد كده اترايكيزس التي تي، بعد كده كورنيال اوباسيتي اللي هو السي او. دول بالنسبه للخمسه كلاسيفيكيشن اللي قسمتهم الدبليو اتش او، تمام كده. ايه بقى الكومبليكيشنز اللي احنا هنشوفها؟ لو انت عاوز تحفظ الكومبليكيشن لازم تبقى انت عارف ان في الاخر هيحدث سكار. سكار يعني ايه؟ يعني المفروض الشكل الطبيعي للبالبابرال كونجكتيفا مفروض ان هو بيكون شكله سوفت كده ولونه مش ابيض زي ده. هنا في سكار، لو انت ركزت في الصوره هتلاقي ان هنا عندك فينا ايه، في سكارنج في الكلام ده. لو انت برضو عايز تشوف شكل الفوليكل، عشان برضو احنا خدناها قبل كده شكل الفوليكل اهي، احنا فاكرين لما قلنا ان الفوليكل في فرق بين الفوليكل والبابيلي، قلنا ان الفوليكل هي عباره عن كلكيعه كده صغيره راوند كده، قال لك موجود جواها لينفوسايت، موجود جواها وايت بلاد سيلز. حتى قلت لك ان هي بتبقى لونها ابيض لان مفيش سنترال بلاد فيسل، لو في سنترال بلاد فيسل دي بيسموها بابيلي زي دي كده، دي البابيلي. ايه البابيلي؟ البابيلي اللي انت عندك صورة أوضح اهي البابيلي. بص البابيلي هي نفس الكلام، حاجات صغيرة كده بس بينها إيه؟ بينها دوت، هي بتبقى لونها أحمر بيسموها الريد دوتس، تمام؟ بينها سنترال بلاد فيسل دي اسمها بابيلي. حتى إن قلنا البابيلي أشهر في الفيروس، لو واحد عنده فيرال بيلاقي عنده البابيلي دي، تمام؟ بيبقى عنده هذه البابيلي. طيب نكمل. ايه بقى الكومبليكيشنز اللي هتحدث؟ اول ما اقول لك كلمه كومبليكيشن اوف ذا تراكوما تفتكر كومبليكيشن قال لك اوف ذا سكارنج، يعني ايه؟ السكار هو اللي هيعمل مشكله مش التراكوما اللي عملت المشكله، اللي عمل مشكله هو السكار اللي جه نتيجه التراكوما اللي حدثت. ايه بقى؟ اول حاجه بالنسبه للكونجكتيفا، بالنسبه للكونجكتيفا ايه هي الكومبليكيشن اللي ممكن تحدث فيها؟ اول حاجه دلوقتي الكونجكتيفا مليانه بالايه؟ مليانه بالجابلت سيل اللي بتطلع لي الميوسين لاير، صح كده؟ الوقت هيحدث سكارنج للجابلت سيل، فاول حاجه هيحدث لها زيروسس، هيحدث زيروسس. اول حاجه زيروسس لان الميوسين قل نتيجه سكارنج قال لك اوف ذا جابلت سيل. مش بس كده، اللاكريمال داكت ممكن يحدث لها سكارنج، واللاكريمال داكت لو حصل لها سكارنج الاكوس لاير اوف ذا تير فيلم هتقل، فيحدث ايه؟ فيحدث زيروسس. يبقى الزيروسس نتيجه حاجتين، ان الجابلت سيل حاسس فيها اتروفي، وان اللاكريمال داكت حاسس فيها فايبروز او سكارنج. الحاجتين الاولين. الحاجه الثانيه، فاكر انت ال حاجه اسمها تقسيم الكونجكتيفال؟ كنت فاكر ان فينا الكونجكتيفال بنقسمها الى ثلاث حاجات، حاجه اسمها بالبيبرال وبالبر وفورنكس، تمام. قال لك الفوق ان هيحوس ادهيرنت ما بين البالبر والبالبيبرال بارت قال لك اوف ذا كونجكتيفال، عند الفورنكس يعني بيسموها البوستيرور سيمي بليفرون، البوستيرور سيمي بليفرون اللي هو ايه؟ ان هيحوس ادهيجن ما بين البالبيبرال بارت اوف ذا كونجكتيفا والبالبر بارت اوف ذا كونجكتيفا، قال لك عند الفورنكس يعني، وده بيسموها بوستيرور سيمي بليفرون، تمام كده؟ تمام. مش بس كده، هيبدا يترسب بعض الحاجات في بعض الحاجات نتيجه التراكوما، ويعمل لك حاجه اسمها ديجنريشن قال لك اند كونسرشنز، حاجه اسمها البي تي دي اس والبي تي سي اس. ايه؟ بيبدا يحصل حاجه اسمها البيجمنتيشن، بيزيد البيجمنتيشن في هذه المنطقه. لو انت شفت حتى اللون بقى لون ايه؟ بقى لون ابيض. فيبدا بوست تراكوماتس يحس بوست تراكوماتس ديجنريشن اند كونسرتيشنز اللي بيسموها البي تي دي اس والبي تي سي اس. يبقى بالنسبه للكونجكتيفا السكارنج هيعمل ايه؟ هيزود البيجمنتيشن، هيرسب او هيعمل حاجه اسمها البوست تراكوماتس ديجنريشنز اند كونسرتيشنز، هيعمل حاجه اسمها البوستيريور سيمي بليفرون والزيروسس نتيجه السكارنج اوف ذا جابلت سيل اند سكارنج اوف ذا لاكريمال داكتس. بالنسبه بقى للكونيا، بالنسبه للكونيا بقول لك ان الكونيا هتبقى مانيفستيشن اكتر من هي كومبليكيشن، بس هي كومبليكيشن يعني ايه اللي هيحصل فيها؟ اول حاجه المشكله في الكونيا، المشكله في الكونيا هو الترايكيزس، ده اهم حاجه. يعني اللي احنا قلناه قبل كده ان في لاشز هتبدا ترابنج وتعمل ايه؟ وتخرم في الكونيا، تعمل التريشن في الكونيا. يبقى اول حاجه كونيال السر، كونيال قال لك السر، ده اول حاجه هيحصل حاجه اسمها كونيال السر. قال لك اند كونيال اوباسيتي، ليه كونيال اوباسيتي؟ نتيجه ان الالسر هتهيلنج باي سكار، والسكار ده هو اللي هيعمل الكونيال اوباسيتي. امال ايه بقى الحاجات اللي فوق دي؟
بقول لك ان عند اللمبس اوف ذا كونيا، ادي الكونيا، مفروض ان هنا ده اسمه اللمبس اللي ما بين الكونيا الكونيا والسكليرا، هيتكون فوليكلز. فين هيتكون فوليكلز؟ عند الايه؟ قال لك عند اللمبس، هيتكون فوليكل عند اللمبس، بيسموها الليمبل فوليكل، هيتكون فوليكل عند اللمبس، تمام، اللي هي سمول راوندد اريا موجوده هنا في الابر كونيا، تمام، موجوده هنا في الابر كونيا. ليه؟ لان الانفلاماتوري سيلز او الانفلاماتوري سيلز هتيجي وتدخل هنا، هتيجي وتدخل هنا، يعني تسيب الكونجكتيفا وتدخل على الكونيا، تمام، فيكون لك فوليكل هنا، بيسموها الهيربتس روزيتس، بيسموها الهيربتس روزيتس، يعني كانها شبه الورده. اللي هي ازاي؟ لو انت عاوز تعرف شكلها تبقى كده، يبقى فرع شجره كده، تمام، وبتفرع كده ويبدا يكون فوليكل كده، فكانها ورده شبه الورده، فبيسموها هيربت روزيتس. يبقى اول حاجه في الكونيا هيتكون فوليكلز عند اللمبس شبه الورده، فسموها الهيربتس روزيتس، اللي اكتشفها العالم اسمه هيربت، فسموها الهيربتس روزيتس، تمام كده، تمام، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هيبدا موجود شويه موجود ايه؟ موجود حاجه اسمها بينس. ايه البينس ده؟ اول ما تسمع كلمه بينس، كلمه بينس معناها حاجتين، معناها انفلاماتوري سيلز او معناها سيلر انفلتريشن وفاسكولايزيشن. يعني ايه؟ معناها ان في دم او اللي بلاد فيسلز هتمتد في هذه المنطقه، وكمان موجود انفلاماتوري او انفلتريشن لشويه انفلاماتوري سيلز، دي بيسموها البينس. يبقى البينس معناها شويه سيلز حاسس لهم انفلتريشن وكمان فاسكولايزيشن، فسموها البينس، تمام، سموها ليه؟ البينس. بس البينس دي موجوده فين؟ موجوده اكتر سوبرفيشال، موجوده اكتر سوبرفيشال وسوبيلوري، فهي سوبيلوري سوبرفيشال ابيثيريال فاسكولايزيشن قال لك اند سيلر انفلتريشن، اند سيلر انفلتريشن. بقول لك ايه بقى؟ بقول لك ان الليمب الفوليكل دهيت يحصل لها ريزولف وتسيب جابس، الجابس الموجوده ما بين البينس بيسموها الهيربس بيتس. الايه؟ الهيربس بيتس. تاني بقى الكلام ده، انا بتكلم عن حاجه اسمها الكونيا، بقول لك ان الكونيا اول حاجه الفوليكلز هتزيد عند اللمبس، اسمها الليمب الفوليكل او بيسموها الهيربس روزيتس. الحاجه الثانيه بقول لك ان الهيربس او الفوليكلز دهيت هتبدا ايه؟ تختفي، تريزولف وتسيب مكانها جاب، يعني ديت هتمشي اهي، هتمشي وهتسيب مكانها جاب. الجاب ده اسمه ايه؟ ده اسمه هيربس بيتس. يبقى الجاب اسمه ايه؟ اسمه هيربس بيتس. الهيربس بيتس ده موجود ما بين الايه؟ البنس. ما هو البنس عباره عن ايه؟ عباره عن ان سيلولار انفلتريشن وشويه بلاد فيسلز، شويه فاسكولاريزيشن، تمام. الحاجه الثالثه كونيال ألسر. يعني ايه كونيال ألسر؟ ان الكوني هيحس فيها ألسريشن، هيحس للكوني ألسريشن. فين الألسر ده؟ قال لك الألسر هيبقى تحت البنس، الألسر هيبقى تحت البنس، تمام؟ تمام. اللي هو إيه؟ اللي هو عبارة عن سوبرفيشال وخط كده هوريزونتال أو لينر، ده بيسموها التيبيكال ألسر. في بقى أتيبيكال ألسر، يعني مش موجودة أكوردنج للبنس، ودي نتيجة الترايكيسز اللي حدثت، اسمها أتيبيكال كونيال ألسر. آخر حاجة الكونيال أوباسيتي. الكونيال أوباسيتي نتيجة الهيلينج، قال لك أوف ذا أتيبيكال كونيال ألسر، الايه؟ الهيلينج اوف ذا اتيبيكال كونيال ألسر اور تيبيكال كونيال ألسر، ده هيؤدي لحدوث الكونيال اوباسيتي، تمام؟ احنا عايزين نشوف الكلام ده كويس. اول حاجه هيتكلم على الكونيال بانس والهيرب سبيتس. ايه ده؟ الادي لو انت ركزت كده في الصوره المفروض ان ده اسمه الكوني، تمام؟ ان ديت الايه؟ الكوني. المفروض هيتكون بانس، يعني بانس شويه بلاد هيجوا هنا، شويه بلاد وشويه ان فلتريتد سيلز، يبقى بلاد فيسلز، بلاد ومعاها سيلولر انفلتريشن، ده بيسموها بانس، تمام كده، ده اسمه ايه؟ اسمه بانس. في حاجه اسمها الهيربس بيتس والهيربس روزيتس. الهيربس روزيتس معناها ان معناها ايه؟ معناها ان الفوليكلز هيتكون كده، ادي الهيربس روزيتس اللي هو ايه؟ اللي هو انفلتريتد قال لك اوف ذا انفلتريتد سيلز، ويكون لك ايه؟ هنا فوليكلز. الفوليكلز دهيت هتبدا تختفي وتبقى شكلها جاب، تمام؟ لو اسمها جاب يبقى اسمها هيربس بيتس، لو لسه فوليكل يبقى اسمها هيربس روزيتس، تمام كده؟ وعندك كونيال ألسر وعندك كمان الكونيال ايه؟ اوباسيتي. بالنسبه للليد، الليد كومبليكيشن، بالنسبه للليد كومبليكيشن بقول لك ايه؟
ان ممكن يزيد التراكمتس ده ويبدا يخلي الابر ليد نازل لتحت مغطي اكتر من 2 ملم اوف ذا كورنيا، ده بيسموه توزس. ليه؟ نتيجه ان الفلتريشن او السيلر فلتريشن زادت عن حدها فنزلت الابر اي ليد لتحت. تمام. الحاجه الثانيه ترايكيسز، وقلنا يعني ايه ترايكيسز. الحاجه الثالثه سيكاتريشال انتروبيان، هيحصل حاجه اسمها سيكاتريشال انتروبيان اللي هو ايه؟ مش انت عندك جوه البالبابرال كونجكتايفا موجود فوليكلز وتبدا تهيل باي سكار، الهيلينج باي سكار انسايد ذا كونجكتايفا بيعمل لك انتروبيان، بيعمل حاجه اسمها سيكاتريشال انتروبيان اللي هو الليد او اللور ليد مارجن بيبدا يتشقلب لجوه يحس ده ويدخل لجوه. يبقى لو قال لك ايه اللي هيحدث نتيجه التراكوما، خليك عارف ان التراكوما ان هو عنده فوليكلز هيهيل باي سكار. السكار ده هيعمل ايه؟ اول حاجه ممكن الانفلاماتوري سيلز او الانفلتريشن سيلز تزود تقل الابر ايليد وتنزله لتحت اسمه توزس، او اللاشز بتاعتك يحدث لها رابنج وتعمل لك ترايكيسز، اما جوه يحدث هيلينج باي سكار اوف ذا بالبابرال كونجكتيفا وده هيؤدي لحدوث سيكاتريشال انتروبيان لجوه. تمام كده. حتى في السيكاتريشن انتروبيان بيقول لك ان التراكوما كان احد المانيفستيشن لك اوف ذا شرينكينج لك اوف ذا كونجكتيفا، ان الكونجكتيفا بتكرمش لجوه. تمام. بالنسبه للاكريمال سيستم قلنا قبل كده اللاكريمال سيستم اللي هو الدرينج يعني سيستم، اول حاجه ممكن يحدث اوبستراكشن او يحدث فايبروزس للبانكتم، ولو البانكتم فايبروزس بالتالي هي حاجه اسمها ايبيفورا، هيؤدي لحدوث الايبيفورا اهو، بيؤدي الى حدوث الابيفورا، او ممكن كمان لما يقفلها يحدث ايه؟ حاجه اسمها داكرو سيستايتس اند داكرو ادرينايتس، اللي هو يجي في داكرو سيستايتس لك اند داكرو ادرينايتس اللي هو ايه؟ اللي هو انت عندك المصرف او الدكت اللي هو اللاكريما الدكت يعني قفلت، لما تقفل يحدث انفلامد في هذه المنطقه، ده اسمه داكرو سيستايتس، او في اللاكريما الدكتس داكرو ادرينايتس. يبقى ايه المانيفستيشن؟ اول حاجه فايفروز قالك اوف ذا بانكتم، او ممكن يؤدي لحدوث كرونيك كانيكولايتس قالك اند ايبيفورا، كرونيك داكروسيستايتس قالك اند كرونيك داكرو ادرينايتس. يعني كل الكلام بركز على كلمه واحده بس، هي كلمه ايه؟ كلمه سكارنج. لو انت فهمت كلمه سكارنج يبقى خلاص. طيب هنعالج البيشن ده ازاي؟ واحد جاي لي هعالجه ازاي؟ اول حاجه مفروض اعمل له بريفنشن. بقول لك منظمه الصحه العالميه برضو عملت وقايه او حمايه، لان خلاص المرض ده بقاله، بقول لك بقاله من ايام الفراعنه، فعملوا حاجه اسمها بكلمه سيف. اللي هو ايه سيف ده؟ يعني امان. كلمه سيف قال لك ديت الوقايه او البريفنشن اللي عملوها منظمه الصحه العالميه. اول حاجه لازم نعمل له سيرجيكال. سيرجيكال ايه؟ مش هو ممكن يجي لك بمشكله بادفانتس كيج، فلازم لو جالك في مراحل متاخره من هذه التراكوما لازم اتدخل واعمل له عمليه جراحيه اسمها سيرجري. تمام. الاي لازم اديله انتي بايوتيك اكوردنج لمين؟ الانفكشن اللي هو كان مين؟ الكايلوميديا تراكوميتس. تمام. تراكوميتس فلازم اديله انتي بايوتيك. الاف اللي هو بيسموها فيشيال كلينس، لازم اعمل ايه؟ نظافه فيشيال كلين لينس، ان هو لازم نعمل ايه؟ نهتم بنظافه الايه؟ الوجه وكده. اخر حاجه لازم نعمل انفايرمنتال، قال لك وقايه انفايرمنتال، اي حاجه بتعمل التراكوما ديت لازم نعمل لها وقايه، يبقى لازم نعمل انفايرمنتال قال لك بريفنشن. يبقى لو قال لك ايه هي البريفنشن اللي حطوها منظمه الصحه العالميه؟ اكوردنج كلمه سيف، سيرجري، انتبيوتيك قال لك، اند فيشال كليننس قال لك، اند انفايرمنتال بريفنشن. تمام. طيب هعالجه ازاي بقى الشخص ده؟ اول حاجه هديله انتبيوتيك. ايه هو الانتبيوتيك الفعال؟ مهم جدا الانتبيوتيك ده. الانتبيوتيك الفعال اسمه ايه؟ قال لك ممكن تديله لوكال سلفونامايد، لوكال سلفونامايد، او ممكن تدي له اوينتمنت مشهور جدا للتترا سايكلين والاريثرومايسين والكلورامفينيكول، دول بندي له اوينتمنت، او تدي له لوكال برود سبيكترم انتبيوتيك اللي هو السلفونامايد، او برود سبيكترم برضو انتبيوتيك بس بيتحط اوينتمنت تترا سايكلين واريثرومايسين وكلورامفينيكول، او ممكن تدي له حاجات اورال. يعني السلفونامايد ممكن يدي له اورال، التترا سايكلين ممكن يدي له اورال، الازيثرومايسين ممكن تدي له اورال. ولازم نعمله بقى سيرجيكال. سيرجيكال ايه؟ تبدا حاجه اسمها بيكنج اوف ذا بي تي دي اس اللي هو ايه؟ اللي هو البوست تراكوماتوس ديجنريشنز، تبدا تشيل الحاجات الموجوده، انك بحقنه انسولين، بحقنه انسولين تدخل، ندخل ونشيل الترسيبات الموجوده قال لك اللي هي البي تي دي اس، او نعمل له سيرجيكال اكوردنج تراكيسز، سيرجيكال اكوردنج انتروبيان، يعني هو عنده انتروبيان جوه، يعني ابدا اخد ايه؟ حاجه اسمها ميوكاس جرافت واحطها ابدلها بالفيروس الحاز جوه. عنده ترايكيسز ابدا اعمل ايه؟ سيرجيكال تو لاشز، اشيل اللاشز ديت،
ادخل من جوه واشيل الاصل بتاع اللاشز عشان امنع حدوث للترايكيس. يبقى تاني العلاج هديله اشهر ثلاثه انتي بيوتيك، تتراسايكلين وكلورامبينيكول والارثروميسين. عاوز بقى تديله اوينتمنت، تديهولهم اورال لوكال والسلفونامايد لوكال، تمام. اعمل له سيرجيكال، اعمل بيكنج اوف ذا بي تي دي اس، ان احنا قلنا بحقنه انسولين بندخل ونشيل البي تي دي اس، اما سيرجيكال فور ترايكيزز الك اند انتروبيا. ده بالنسبه للجزئيه دي. هنكمل بعد كده التريجيوم. التريجيوم حاجه بيسموه مرض اسمه الظفر. ايه الظفر ده؟ ده التريجيوم. قال لك التريجيوم كل الفكره ان انت عندك ويج تشيب جراس، في حاجه كده شبه الجناح كده طلعت من الكونجكتيفا راحت على الكورنيا. يعني انت قصدك تقول ان التريجيوم هو ديجنريشن قال لك اوف ذا كونجكتيفا قال لك تو ذا كورنيا فروم ذا نيزل سايد، فروم ذا نيزل سايد. ويقال ان اكثر الاسباب نتيجه الناس بتتعرض الى الالترا فايلوت ريز بتاعت اشعه الشمس، تمام. ده اسمه ايه؟ ده اسمه تريجيوم. ادي شكل التريجيوم، ادي شكل التريجيوم. ايه التريجيوم ده؟ ان انت عندك ديجنريشن قال لك اوف ذا كونجكتيفا، حاجه كده طلعت شبه الويج تشيب راحت على الكورنيا، ده اسمه الظفر او بيسموه التريجيوم. في حاجه ثانيه اسمها السودو تريجيوم. السودو تريجيوم معناها انك عندك مرض في الكورنيا في حدث ما بينه وما بين الكونجكتيفا ادهيجن، ده حاجه ثانيه اسمها السودو تريجيوم. يبقى انا عندي حاجه اسمها تريجيوم ان الكونجكتيفا هي اللي طلعت بويج تشيب كده على الكورنيا، ده اسمه ايه؟ ده اسمه تريجيوم. لو الكورنيا فيها ديزيز في حاجه ما بينها وما بين الكونجكتيفا ادهيجن او باند، ده اسمه ايه؟ ده اسمه سودو تريجيوم. سودو تريجيوم، تمام كده؟ طيب. طيب لو البيشنت بقى هيجي يشتكي من ايه؟ هيجي يشتكي ان هو عنده اريتيشن، عنده اريتيشن، عنده انفلاميشن، وعنده استجماتيزم. يعني البيشنت هيجي يشتكي بهذه الكومبليكيشن. اول حاجه ان هو عنده اريتيشن في عينيه وانفلاميشن، عينيه انفلام دي يعني، تمام. وهيجي يشتكي ان هو ممكن يكون عنده استجماتيزم لان الكورنيا بقت نصها متغطيه، فيها هنا في مشكله في الكورنيا، تمام. ده ممكن يعمل لك استجماتيزم، ممكن يعمل لك ايه؟ الاستجماتيزم. وكمان بيديك باد كوزمتيك ابيرينس، يعني الشكل او المنظر بقى شكل مش عاطفي. بص كده الشكل بقى ايه؟ يعني ادي، بص كده ادي الكورنيا وادي الكونجكتيف. بص كده الكونجكتيف طلعت بباند شيب وراحت عامله على الكورنيا، فهو هيجي يشتكي بايه؟ هيجي يشتكي بالريتيشن، بانفلاميشن، بباد باد ابيرينس، شكل كده شكله مش شكله مش عاطفي كده، شكله غريب او شكله بيبقى مبوظ العين كده، تمام. ويجي ممكن يجي لك باستجماتيزم. اما لو الكورنيا اصلا كان فيها ديزيز نتيجه مثلا كيميكال بيرن، كان عندك حرق في الكورنيا، فحدث باند باند كده ما بين الكونجكتيفا والكورنيا، ده بيسموه سودو تريجيوم، بيسموه سودو تريجيوم. طب هنعالج ازاي التريجيوم ده؟ هنعالج التريجيوم حاجه اسمها الاكسيشن. ايه الاكسيشن ده؟ ندخل ونشيله، نشيل الجزئيه ديت، ندخل ونشيل الجزئيه دي، حاجه اسمها الاكسيشن. نعمل حاجه اسمها اكسيشن. شو عنده بقى اريتيشن والكلام ده، اديله سترويد، اديله مايل سترويد، اديله دي كونجي دي كونجيشن، حاجات دي كونجيشن، دي كونجيشن، اديله توبيكال لابريكانت، تمام. بس اهم حاجه بالنسبه لي العمليه اسمها ايه؟ اسمها اكسيشن. اكسيشن اللي هندخل ونشيل التريجيوم، اكسيشن، تمام كده. اخر حاجه التوكسيك كونجكتيفايتس او الكونجكتيفايتس ميداكو منتوزا، ميديكو منتوزا اللي هو ايه؟ ان واحد عنده توكسيك في الكونجكتيفا. ما معنى كلمه توكسيك كونجكتيفا؟ ده معناها اوكيلر تيشو دامج دي تو لونج تيرم اوف يوز اوف ميديك اوف ميديكيشنز اور اكسبوجر تو سينج اريتيشن تو ذا اي. يعني الكلام ده يعني الكونجكتيفا لو تعرضت لحاجه وانت عندك حساسيه منها فهتعمل لك التوكسيك كونجكتيفايتس، او انت عمال بتاخد لونج تيرم قال لك اوف ذا دراجز، عمال بتاخد نوع معين من دواء، فممكن يكون توكسيك على الكونجكتيف ويعمل لك التوكسيك كونجكتيفايتس. يبقى التوكسيك كونجكتيفايتس هو نوت الرجيك، هو مش الرجي. امال ايه؟ هو ان الحق ان ال... ان هو نوت الرجيك، دي حاجه معروفه. يعني ايه التوكسيك كونجكتيفايتس دي مش الرجيك؟ لان لو كانت الرجيك اسمها الرجيك كونجكتيفايتس. التوكسيك كونجكتيفايتس هي نوت الرجيك. امال كل الفكره ايه؟ ان حدث دامج في الاوكلر تيشو، دامج في الاوكلر تيشو نتيجه انك اتعرضت الى حاجه معينه زي ادويه، ميديكيشنز، اتعرضت الى دواء بكميه كبيره، او تعرضت الى اي ايجنت بكميه كبيره، فهو توكسيك على الكونجكتيفا، فيعمل لك حاجه اسمها توكسيك كونجكتيفايتس.
فخليك عارف ان التوكسيك كونجكتيفايتس هي نوت الرجيك، هي نوت ايه الرجيك. ايه الساينز بتاعت التوكسيك كونجكتيفايتس؟ اول حاجه هيجي لك احمرار في الملتحمه، كونجكتيفال هايبريميا، هيجي لك احمرار في الملتحمه خاصه في الايه، في الانفيرور فورنس تحت يعني، هيجي لك خاصه في الانفيرور، في الانفيرور بارت، هيجي لك ايليد هايبريميا، هيجي لك ببانكتيت كيراتايتس في الكورنيا، ببانكتيت كيراتايتس ان ذا كورنيا. يبقى تاني اول حاجه الكونجكتيفا هتلونها احمر تحديدا الانفيرور فورنكس، تمام. الحاجه الثانيه هيجي لك ان الايليد في احمرار، هيجي لك هايبريميا في الايليد، هيجي لك بالكورنيا متخرمه بانكتيت كيراتايتس، بانكتيت كيراتايتس. طيب هعالجه ازاي الراجل ده؟ هقول له بطل تاخد اي توبيكال، توبيكال لك ثيرابي، ما تاخدش اي حاجه للعين توبيكال ثيرابي، وخدها اورال. يعني اي توبيكال ثيرابي هبطله واقول له خده مكانه اورال، خده اورال بما انت عندك توكسيك على الكونجكتيفا بتاعتك، بما انه توكسيك على الكونجكتيفا فخليه قال لي الكلام ده. يبقى بالنسبه للتوكسيك كونجكتيفايتس هو نوت الرجيك بات هو اوكيلر دامج، قال لك اوكيلر تيشو دامج دي تو لونج يوز او لونج تيرم، قال لك اوف ذا ميديكيشنز. بيقول لك ايه ساتش از جلوكوما، الجلوكوما عمال بتاخد استرويد وبتاخد الكلام ده، ممكن يعمل لك ايه؟ يعمل لك توكسيك كونجكتيفايتس. ايه بقى؟ الكونجكتيفا بيبقى لونها احمر، الاي ليد لونه احمر، خاصه الانفيريور فورنس قال لك اوف ذا كونجكتيفا بيكون لونه احمر. ده مهم جدا، تبقى انت عارف ان الانفيريور فورنكس مش السوبيريور، هو الفي موست كومن في التوكسيك كونجكتيفايتس. وكمان بيجي لك بايه؟ بيجي لك ببانكتيت كيراتايتس، الكورنيا متخرمه بانكتيت كيراتايتس اللي هو سوبرفيشال بانكتيت كيراتايتس. هعالجه ازاي؟ هنعمل ايه؟ هيخليه يعمل ستوب، ستوب اوف ايتنج طبق ثيرابي، وياخدها ايه؟ ياخدها اورال، ويعمل ديسكونتيننج قال لك اوف سسبكتد ايجنت، الحاجات اللي بتعمل له توكسيك كونجكتيفايتس هقول له يبطل يتعرض لها. تمام؟ كده نكون خلصنا الريد اي. التوكسيك كونجكتيفايتس ده موضوع صغير صغير جدا، بس تبقى عارف بس اهم حاجه ان التوكسيك كونجكتيفايتس اكتر حاجه بتبقى احمر هو الانفيريور فورنس مش السوبيريور فورنس. اتكلمنا يعني ايه تريجيوم ويعني ايه سودو تريجيوم، وهنعالج التريجيوم بالاكس سيشن. اخر حاجه كنا بنتكلم عليها هي التراكوما، ودي كان اهم موضوع في التلاته يعني.